ازيكم عاملين ايه؟ مبسوطه صبح فيديو النهارده بيتكلم عن 5 خطوات لو انت عرفتيها هتتعلمي اللغه، اي لغه انت هتتعلميها وانت في البيت في خلال شهرين ان شاء الله هتبقي متعلماها. ده الحاجات ال5 خطوات اللي انا هقولها لكم دي، ده اللي انا بعمله دلوقتي عشان بتعلم اللغه الايطاليه. انت بعد تتعلمي اللغه الايطاليه او الفرنسيه او الالمانيه او الانجليزيه، اي لغه هتعلميها بال5 خطوات دول برضو. يلا معاكم ساره صبحي، يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. احنا ليه بنتعلم اللغه؟ ما احنا بنتكلم عربي وزي الفل والدنيا ماشيه تمام معانا، فلازم يكون لنا حافز، وبعد الحافز عندنا الهدف، وبعد الهدف يعني احنا دلوقتي عملنا الحافز بتاعنا وعملنا الهدف بتاعنا اللي احنا اتعلمنا خلاص، لازم نعيش باللغه كاننا عايشين في البلد بتاعتها. يعني ما ينفعش نتعلم اللغه وبعد كده اول ما نخلص بيها او مثلا نعمل بيها الحاجه اللي احنا كنا عاوزينها ننساها او ما نستعملهاش، عشان لو احنا ما استعملناهاش احنا هننساها. فانا دلوقتي هقول لكم ال5 خطوات اللي انا عملتهم واللي انا عملت سيرش عليهم، وبناء على كده قلت اعمل الفيديو اليوتيوب علشان انا قعدت اعمل سيرش على كذا حاجه فجمعتهم في الفيديو ده. فاول حاجه عندي الخطوه الاولى ان انت بتاخدي كورس، سواء كورس اونلاين او كورس في اي سنتر. كورس اونلاين اللي هو على اليوتيوب وبقى كتير جدا وانا برضو بفتحهم وبتعلم منهم، او على جوجل عموما، او سنتر يعني انت تخشي سنتر وتتعلمي. انا عن نفسي بحب السنتر ليه؟ لان انا بيبقى في اسئله جوايا ببقى عايزه اطلعها وعايزه اسالها، فعايزه حد يجاوبني عليها، فالمستر بيسال لما بساله بيجاوب تمام. بس السنتر او الكورس عموما الاونلاين او اللي في السنتر ده حاجه مساعده. في بقى ايه اللي بيساعده؟ اولا تتفرج على افلام كتير وعلى اغاني كتير وتحاولي توقفي الفيديوهات وتتعلمي. يعني مثلا انت فتحت الفيلم ده حاولي تقولي الكلام وراهم وتشوفي الترجمه بتاعته، اي كلمه تقف قدامك علمي عليها بالخط الاحمر كده يبقى انت ما تعرفيش معناها، عايزه محتاجه تعرفي معناها. ده اول حاجه. كذلك الاغاني، حاولي تعرفي الاغاني بالفكره تورينو بالايطالي. بص انا اتعلمتها ليه؟ المهم هنيجي مثلا نتكلم نقول عايزين مثلا نقول اهلا، فاحنا شفنا في الفيلم اول ما بدأوا في الفيلم قالوا اهلا، فاللي هي كلمه تشاو، فخلاص احنا عرفناها. اي كلمه بقى مش عارفينها بنعمل عليها خط ان احنا ما نعرفهاش، نكتبها نجيبها من عن طريق اليوتيوب ونفهم، او بتروحي للسنتر اللي انت بدأتي فيه الكورس وبتفهمي. دي اول حاجه. يبقى اول حاجه عندنا الكورس، تاني نقطه او تاني خطوه الفيلم والاغاني، دول اهم حاجه يعني هتتعلموها وتتعلمي اللغه تنطقيها صح. تالت حاجه بتبداي تجيبي مجلات وكتب ايطالي او انجليزي بقى على حسب انت هتتعلمي انهي لغه، وبرضه بتعرفي تقري وبتشوفي الجمل متركبه ازاي اللي هي اللغه العاميه بقى بتاعت الشعب بتاعه تمام. و من خلال الكورس بقى انت بتتعلمي الكلمات، تحفظي كلمات كتير جدا والجرامر بيمشي ازاي وكل ده تمام. هنيجي على رابع نقطه وهي الممارسه. هتعيش كانك عايشه في البلد ذات نفسها، تتكلمي ايطالي، اي حد تقابليه هتتكلمي معاه عادي، وتبقى عندك ثقه ان انت تعرفي تتكلمي الجمله دي وهتقوليها صح. حتى لو غلطتي عادي، انت كده كده يعني انت هتوصلي ان انت تبقى احسن من الانجليزي او الطلياني ان انت تتكلمي معاه. على الاقل انت معاكي اللغه العربيه واللغه الثانيه، هو ما عندوش غير اللغه اللي هي بتاعته، ما بيعرفش يتكلم عربي وما بيفهمكيش، فانت تبقى عندك الثقه وعندك الجرأه ان انت تتكلمي. هتغلطي عادي، انت تغلطي مره الثانيه مش هتغلطيها تمام. كلمات واقراها، بدات احفظ الارقام واحفظ الاسامي يعني الغرفه بقى بتتكون من ايه، الشقه بتتكون من ايه، كل الحاجات دي بكون كلمات اساسيه علشان اعرف اتعامل معاه بيها مع اي حد طلياني اعرف اتكلم معاه تمام. هتكلم بقى دلوقتي على الحافز اللي هيضحكوا دلوقتي، انا ليه قلت هتعلم اللغه الطليانيه او الايطاليه خصوصا. انا دلوقتي قاعده في شرم، في طليان كتير جدا بيجوا يتكلموا معايا مثلا او يسالوني، على الاقل واحده تقول لي التخري انا ما بفهمهاش، فده بالنسبه لي حاجه خلتني اتكسف من نفسي. اتكسف من نفسي ليه بقى؟ لان انا اصلا مولوده في ايطاليا، فلما حد يعرف ان انا مولوده في ايطاليا ويجي يقول لي مثلا اتكلمي كلمه طلياني وتحس ان انا مش عارفه، هو انا ما بقتش عارفه ليه؟ عشان جيت هنا وانا عندي 6 سنين واللغه عندي اتمسحت، يعني دخلت بقى المدرسه ومامتي وبابايا بيتكلموا مصري
فخلاص انا اللغه عندي اتمسحت، مع ان بابايا بيتكلم ايطالي كويس جدا واهلي بيتكلموا ايطالي كويس جدا ومامتي وكده، بس انا اللغه ما سبتش في دماغي عشان كنت جيت وانا صغيره فاتمسحت خالص. حتى لو انتوا لاحظتوا في اللهجه بتاعتي هتلاقوني ساعات بطول في الكلام سنه كده، انا عشان انا اللهجه خلاص انا اتربيت عليها، انا اتولدت هناك ودخلت مدرسه هناك وحضانه هناك، فخدت لهجه يعني بسيطه كده منهم، فحاجه غصب عني. دي الحافز بتاعي. هدفي بقى ايه؟ الهدف بتاعي ان انا عايزه اتكلم طلياني وعايزه اتعامل مع ناس الطلاينه علشان احس ان انا انا كده بعرف اتكلم انا كده. وبعدين اصلا ده حاجه من الهوايات بتاعتي، انا كل ما بسمع طلياني ببقى نفسي اتعلمه، انا بحب اللغه يعني، ما بسمع حد بيتكلم ايطالي بحب اللغه يعني، بحس ان هي سهله على وداني، وهي اصلا اللغه دي سهله، وكمان في كلمات متشابهه جدا من اللغه الايطاليه واللغه الانجليزيه، فدي حاجه بتسهل عليكم ان انتوا تتعلموا كذا لغه، اللغات واخده من بعضها يعني، هي اللغه اصلا واخده من بعضها، في تشابه في الكلمات يعني، هو بس لكنه او لهجه هي اللي بتبقى مختلفه. فانت كمان لازم يكون عندك حافز وعندك هدف علشان تتعلمي لغه تانية وتالتة ورابعه، وكل ما باللغه بتزيد عندك كل ما بيبقى عندك ثقه. فانا كده الفيديو بتاعي خلص، رب تكونوا استفدتوا وعرفتوا الخمس خطوات اللي انا قلتها لكم، وتابعوني في الفيديو الجاي، ويلا باي باي.